السلام عليكم. موضوعنا اليوم بيكون عن السحور الصحي. تعتبر وجبة السحور في رمضان من الوجبات المهمة، واقتداء بسنة رسولنا تسحروا فإن في السحور بركة. السحور يقلل من الشعور بالجوع والعطش، ويمنع من الشعور بالكسل والخمول أثناء ساعات الصيام، بالإضافة أنه ينشط الجهاز الهضمي ويحافظ على صحته، ويحافظ على مستوى السكر منتظم في الدم خلال فترة الصيام، بالإضافة أنه يساعد على منع زيادة الوزن في الشهر الكريم. عشان يكون سحوركم صحي، حاولوا يكون عالي بالألياف الموجودة في الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات، وعالي أيضا بالبوتاسيوم، بالرغم من أنه لا يمكن منع الإحساس بالجوع، ولكن يمكننا تأخير هذا الإحساس من خلال تناول البروتين والألياف خلال وجبة السحور. ومن جانب ثاني، لازم تكون وجبة السحور منخفضة بالصوديوم الموجود في الشوربات الجاهزة والمعلبات والوجبات السريعة، وأيضاً لازم ما يكون عالي بالسكريات أو الدهون المشبعة، ويفضل تجنب القهوة والشاي والمشروبات الغازية لأنه بيأثر على صيامكم في اليوم التالي. وآخر شيء، لا تاكلوا او تشربوا حتى التخمه عشان تتجنبوا عسر الهضم. والله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال.